حطيت من فترة على السوشيال ميديا إنه guess when the album will be ready وهيك، إمتى الألبوم؟ حكي لنا عن جديدك واللي عم تحضره وهالغياب يعني بين الألبوم والألبوم. الغياب بين الألبوم اللي فات والألبوم كان طويل فعلاً، ده 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 مش هيتكرر، لكن دلوقتي الألبوم ده فات بقى سنة ونص اللي فات، يعني دلوقتي بقى مدة سنة ونص دي هي المدة الطبيعية عشان حد يعرف يحضر ألبوم من 10 أو 12 أغنية. أنا شغال في الألبوم الجديد خلاص أوريدي، وكمان شغال على سينجلز تنزل يعني على الصيف، لو ما لحقتش انزل الالبوم على الصيف يبقى في سينجلز نازله على الصيف، وسينجلز مش بس مجرد فكره اغنيه سينجل عشان الناس تبقى فاكراني، لا انا هبتدي اعمل سينجلز ليها يعني ليها بروجكت ليها لازمه، يعني مناسبه معينه موضوع معين عايز اتكلم فيه. ف ودلوقتي برضو انا كان ناقصني، انا كانش حواليا تيم يعرف يظبط لي التايمينجز والحاجات دي اللي هي مش شغلتي، حاليا في ناس حواليا والناس دي هم اصحاب فكره الشغل اللي احنا بنعمله النهارده، في ناس حواليا بيفكروا بيحطوا سيستم فاعتقد لما يكون حواليا تيم زي ده هيبقى لقاء اسرع واحلى بكتير. طيب عم نشوف زميلك المصري محمد حمائي بلجنه تحكيم ذا فويس، شو رايك بالسيزن الجديد بعد ما طلعت شيرين واللجنه القديمه بمحمد على الصعيد المحكم؟ انا عجبني جدا حمائي بصراحه، يعني انا ذا فويس الاولاني احنا انا مش محتاج شهادتي، يعني انا شيرين وصابر مع يعني انا اسف مع حفظ الالقاب، يعني حفظ الالقاب استاذ صابر استاذ كاظم كل الناس اللي كانت بتعمل القديم دول سيلبرتي، يعني دول بالنسبه لنا احنا ناس بنتعلم منهم وكانوا ناجحين جدا. اكيد كل حاجه التغيير، يعني هما بيغيروا الناس في الاول بتتخض من التغيير، لكن حمائي على المستوى الشخصي انا شايف ان هو مؤدي حلو جدا، وهو كان لازم يعمل كده من زمان لان هو بطبعه بيحب التفاصيل المزيكا وبيفهم فيها ويعرف يبقى كوتش لناس يقول لهم يعملوا ايه. فاولا ببارك له وبارك له على نجاح البروجرام وبتمنى له ان شاء الله انه ينجح اكتر واكتر، وكان لازم ياخد الخطوه دي من زمان. يعني ما حسيت انه قل رونق البرنامج بعد تغيير اللجنه؟ لا انا ما اقدرش اقول انه قل رونق البرنامج، انا اقدر اقول انه البرنامج السيزونز اللي فاتت كانت بالنسبه لي يعني فيها اكسايتمنت اعلى، بس برضو ده ما يقللش ابدا من السيزون الموجود دلوقتي خالص، هو سيزون مختلف وهما لسه مغيرين، فطبيعي التغيير بيتعب اي حد في الاول، يعني لو الواحد غير مكانه وغير بيته بيحس لسه ان هو مش واخد عليه، لكن بعد كده هما برضو فنانين كبار وليهم جمهور كبير وهم كمان دمهم خفيف ولزاز وكل حاجه، فاعتقد انه لا بعد شويه الناس هتتعود وهترجع تحس ان هما يعني مفيش حاجه قلت. بس الجمهور في وشها وبشكركم على تواجدكم معايا وبتمنى لكم دايما النجاح والتوفيق. السلام حبيبي.